كان البلايلي قد قاطع تدريباته كوسيلة ضغط للانتقال إلى نادي آخر. تفاصيل أوفى عن هذه القضية الشائكة يطلعنا عليها مراسلنا نافع بن عاشور. في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن اقتراب رحيل المهاجم الجزائري يوسف البلايلي عن الترجي مع نهاية الموسم الحالي ودخوله في مفاوضات متقدمة مع عدد من الأندية الأجنبية وحتى المحلية بعدما اختار الفرار من أسوار القلعة الحمراء والصفراء مخلا بالتزاماته مع ناديه فيما تبقى من عمر، فجرت إدارة الترجي مفاجأة من العيار الثقيل على الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت، معلنة أن البلايلي مرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الشهر السادس من عام 2015، مهددة اللاعب في الآن نفسه بعقوبات كبيرة نتيجة إخلاله بالتزاماته وغيابه عن التمارين منذ فترة. هذه مسألة مدة العقد اللي في نظري وأعيد مرة أخرى ليست هي الإشكال المهم في وضعية يوسف البلايلي الآن. الأهم والأخطر من هذا هو أنه لاعب متغيب عن التمارين، لاعب تكلف على الترجي أموال طائلة وهو يقاطع التمارين منذ مدة طويلة. في غياب التواصل وانقطاع طرق الاتصال باللاعب أو وكيل أعماله كان لابد من رأي قانوني محايد في الموضوع في انتظار معرفة الرد الرسمي للمهاجم الجزائري، وهل أنه أعلم ناديه الحالي قبل نهاية الشهر الأخير من العام الماضي بقرار الرحيل أم أنه لم يتفطن لثغرة قانونية قد تكلفه الكثير. هنا لابد من تثبت انه اللاعب يوسف البلايلي باعتباره هو الطرف الراغب في انهاء التعاقد او وضع حد لمده تعاقديه، هل انه ارسل ام لم يرسل؟ في صوره ارساله يصبح لاعب حر بحلول موفى جوان 2014، وفي صوره عدم ارساله فهو مطالب بحصول على ترخيص من فريق الترجي الرياضي في صوره ما اذا رغب في الانتقال الى فريق اخر. في انتظار معرفة موقف اللاعب الذي اختار أن يحتجب عن الأنظار، إدارة الترجي تتشبث بحجة القانون وتهدد باللجوء للفيفا إن لم يلتزم يوسف البلايلي ببنود العقد المبرم بين الطرفين. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، تونس.